حبايبنا طلبه اولى ثانوي المره اللي فاتت اتكلمنا عن القياس وايه هو عمليه القياس وادوات القياس والكميات الفيزيائيه، واتكلمنا كمان على التحويلات. وخلي بالك من هنا، محاضره النهارده محاضره هاديه ولطيفه ولذيذه، فيلا نسمي الله ونبدا بالمحاضره الثانيه في منهج اولى ثانوي. يلا بينا. السلام عليكم. سبحان من علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نتكلم الله كده ونبدا نراجع مع بعض على الكلام عليه المره اللي فاتت، ونسمي الله ونخش في الجزء الجديد. بدات معاك المره اللي فاتت بالكميات الفيزيائيه، وقلت لك يعني ايه هي كميه فيزيائيه، قلت لك هي اي حاجه ينفع تتقاس. ساعتها قلت لك طب انا اسمي ايه، قلت لك اسلام بالعطيه، قلت لك خليها اسلام عطيه، فكنا كلمة إسلام عطية الإسلام وعطية. طبعا تاخد بالك من صوت، صوتي رايح فمعلش عذرونا بقى. فعطية لما فكتها فكتها لعين وطه وإيه وته مربوطة. جيت قلت لك يا عم الحاج يلا فك لي الطه دي، قلت لي لا ما ينفعش يا مستر إسلام. قلت لك ليه؟ قال لي يا مستر لا دي الحروف الأساسية. علشان كده يا شباب اتفقنا إن أنت عندك نوعين من الكميات الفيزيائية، كمية فيزيائية أساسية لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية أخرى معرفة بنفسها، لا تاني معرفة بدلالة نفسها، يعني حرفيا على طول بتتقاس زي الكتله والزمن والطول ودرجه الحراره. حرفيا هي حاجات مش يعني مش هتعمل لها حسابات عشان تجيبها، لا هو انت هتقيسها على طول. على عكس الناحيه الثانيه قلت لك الكميات الفيزيائيه المشتقه، والمشتقه زدي لك مثال عليها، قلت لك السرعه مسافه على زمن. وخد بالك من نقطه، انا بتكلم بسرعه عشان انا براجع على الجزء اللي انا شرحته المره اللي فاتت، وقلت لك يبقى هنا هي كميات تعرف بدلاله كميات فيزيائيه اخرى بين قوسين كميات فيزيائيه اساسيه. بعد كده نقلنا على الصفحه اللي بعدها وسمينا الله، وقلت لك تعالى نشوف صراعك مع الراجل بتاع البطاطس، فاهمني؟ فدلوقتي حطيت البطاطس هنا وحطيت الايه وحتتين حديد كل واحده كيلو، فقلت لك ان عمليه القياس هي عمليه مقارنه بين حاجتين من نفس النوع. خد بالك من النقطه بقى، عمليه المقارنه بين حاجتين من نفس الايه النوع، يعني اكيد مش هتقارن الطول بالكتله، لا ده عبط، فاهمني؟ نيجي على اللي بعده. فدلوقتي قلنا هي عمليه مقارنه بين حاجتين كميتين احداهما معلومه والاخرى مجهوله، لمعرفه عدد مرات تكرار الكميه المعلومه جوه الكميه الايه المجهوله. واتفقنا ان عمليه القياس عشان تتم انت محتاج ثلاث عناصر اساسيه، هقيس ايه وهقيس بايه ووحدات القياس بتاعتك ايه. واتفقنا هقيس بايه اللي هي الكميه الفيزيائيه، هقيس ايه الكميه الفيزيائيه، هقيس بايه ادوات القياس، واخر حاجه وحدات القياس وقعدنا نتكلم عليها. خلينا بقى نجري كده، وعرفت ان انت عندك انظمه بريطاني وفرنسي ومتري، وبعد كده ربنا كرمنا بالنظام الدولي وجينا للتحويلات. خلي بالك في التحويلات بقى، معلش انا عايزك تراجع معايا كده، قلت لك السنتيمتر افتكر هما كام حرف، وقلت لي حرفين، فقلت لك بضرب في 10 اس سالب 2، وطبعا شرحت لك لو سنتيمتر مربع ملي متر مربع نعمل ايه. طب قال لي يا مستر الملي متر، قلت لك ساعتها الام كام سنه، قلت لي 3، قلت لك فبضرب في 10 اس ناقص 3. جيت قلت لك المايكرو هي مليون ولا عامله نفسها ام ولا عامله نفسها ام، قلت لي يا مستر هي عامله نفسها ام، عشان كده باجي عند المايكرو واضرب في 10 اس ناقص 6. ليه؟ ما هي عامله نفسها مليون يا اسطى، ما احنا اتفقنا ان ام كابيتال يعني مليون، تمام؟ عشان كده جيت عند مايكرو قلت لك هي عامله نفسها مليون، فعشان كده بقول لك هي 10 اس ناقص كام؟ 6. جيت لك ايه عند النانو، قلت لك 9 بالانجليزي يعني ايه؟ قلت لي 9. قلت لك يبقى لما تفتكر نانو افتكر تحويلتها ان انا بضرب في 10 اس سالب 9 اللي هي 9. جيت عند الانجستروم، خد بالك من النقطه، الانجستروم وحده قياس طول فقط، يعني النانو ينفع تكتب نانو ثانيه، لكن انجستروم مش ثانيه، لا انجستروم بتيجي لوحدها، تمام؟ خلي بالك من الملاحظه دي مهمه قوي. الانجستروم ايه وفيها كوره، لما تحط للكوره واحد تبقى 10، عشان كده بضرب في 10 اس ناقص 10. جيت للبيكو قلت لك البيكو بيكو او من غيركو افات سخيفه، لا البيكو في 10 اس سالب ايه 12. بعد كده جيت كلمتك عن الفيمتو، قلت لك افتكر الفيمتو 15 بالانجليزي يعني ايه؟ قلت لي 15. قلت لك يبقى فيمتو 10 اس سالب كام؟ نيجاتيف 15. حلو. الهيكتو، هيكتو دي وحده يعني تحويله مش هتشوفها كتير ولكن ادينا بنقولها، 10 في 10 اس 2. الكي قلت لك كي على الفيسبوك وعلى الانستجرام كام واحد؟ قلت لي يا مستر 1000، فقلت لك 10 اس 3. جيت عند الام فقلت لك افتكر ايه كلمه مليون، فقال لي اضرب في 10 اس 6. جيجا جي كابيتال جي سمول، يا اسطى شوف معايا كده جي كابيتال جي سمول. وجيت عند التيرا قلت لك اضرب في 10 اس كام؟ 12. افتكر 12 بالانجلش يعني 12. وبعد كده ربنا كرمنا
وبدأنا نتكلم على ازاي تحول من وحدة للتانية. قلت لك بمنتهى البساطة لما يجي لك وحدة مثلا، يعني خلينا بس اديك افكارك كده بايه بمثال بسيط يا شباب. لو مثلا جيت قلت لك ان انا عندي 3 سنتيمتر وعايز احولهم لنانومتر، طب تعمل ايه يا مستر؟ قلت لك صليت على اللي يشفع فيك الاول وادعي ربنا ييسر لك الامور. تعالى عند السنتي، السنتي بضرب في كام؟ قلت لي بضرب في 10 اس ناقص 2. عند النانو بضرب في كام؟ قلت لي بضرب في 10 اس ناقص 9. في الاسم بطرح الاسس، فقلت لك يبقى ناقص 2 ناقص ناقص 9. ليه يا مستر ناقص ناقص؟ قلت لك لان انا دلوقتي هقسمهم على بعض معلش، فهنا هطرح الاسس. طيب ناقص في ناقص بموجب، تمام، ناقص في سالب، سالب في سالب بايه؟ بموجب. يبقى في الحاله دي 2 سالب 2 زائد 9 هتطلع معاك 7. قال لي يا مستر في الحاله دي هيبقى الثلاثه دي هتبقى مضروبه في 10 اس 7. لو خدت بالك انت ايه اللي انت عملته هنا؟ انا هنا كنت شغال على الاس عشان اعرف ال10 هتبقى اس كام. طب دلوقتي بقى تعالى نتكلم ونبدا في محاضرتنا الجديده. هو المحاضره النهارده انا عايز اقول لك بسيطه 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 فوق ما تتخيل، يعني حتى المحاضره بتاعت المره اللي فاتت تقيله، فالمحاضره دي هتبقى بسيطه قوي. بص يا صاحبي، وحده لا لا اله الا الله، سمعنا الصلاه على النبي بقى. بص بقى دلوقتي حضرتك ربنا كرمني وبقيت غني جدا، فاهمني؟ غني قوي، غني فشخ. فالسؤال هنا يعني هل همشي بالفلوس في جيبي؟ يعني همشي بيك كده بال مثلا الوفات ومليارات بقى في جيبي، فاهمني؟ يعني لا مش هينفع، ما انت محتاج خزنه. قال لي يا مستر طيب الخزنه دي انا هسميها كام؟ هسميها 10. حلو الكلام ده. طب اي خزنه وليها مفتاح، المفتاح بتاعك اسمه ايه؟ المفتاح بتاعك العلامة العشرية، دي اهي العلامة العشرية. ورعونا والله في الصوت، يعني ربنا يعلم ايه ظروفنا عاملة ايه. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ودعواتكم لينا، الله يستركم يعني. فدلوقتي قلت لك اهو الخزنة اسمها 10. حلو، والعلامة العشرية دي هي مفتاح الخزنة. طيب دلوقتي عايزين نعمل ايه بقى؟ قلت لك انت في الفيزياء بتتعامل مع ارقام كبيرة قوي او ارقام صغيرة جدا. يعني اللي انت خدته دلوقتي الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها بقى 10 اس سالب 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 سالب، كل السوالب دول بنسميها كسور. كل الحاجات الكبيره دي بنسميها مضاعفات. بمعنى صح، بدل ما نقول احنا 3 وقدامها 3 اصفار فبنقول 3000 الاف، خلي بالك انت، بنبدا نقول 4 مليون 4 مليون، فانت خلاص ان انت عرفت ان هي 4 وقصادها 6 اصفار، فاهمني؟ فلو خدت بالك انت الخزنه بتاعتك الاصفار بتاعتك. طب تعالى يا مستر ورينا تعمل ايه. قلت لك تعالى ايه ندي امثله بسيطه. دلوقتي هسال حضرتك سؤال، لو انا كتبت لك 3 وحطيت لك جنبها 3 اصفار، انا دلوقتي بقى عايز اكتبها بحاجه اسمها الصيغه المعياريه لكتابه الاعداد. يعني ايه الصيغه المعياريه لكتابه الاعداد؟ اللي انت لسه متعلمه من شويه اللي هو 10 اس كذا. يبقى هو خد بالك من نقطه، الصيغه المعياريه لكتابه الاعداد دي بتبقى ايه؟ هو ان انت بتكتب الرقم مضروب في الرقم 10 مرفوع لاس معين. فسر دماغك من التعريف اللي ايه ده، ولكن هو خلاصه الكلام ان احنا نضرب في الرقم 10 ونحط الاس بتاعه. قال لي يا مستر طب حلو، دلوقتي انت دلوقتي هل معاك ولا عليك؟ قال لي لا يا مستر انا دلوقتي معايا 3000 جنيه، ده انا غني، ده انا غني جدا، ده انا عارف انت فاحش الثراء. طيب دلوقتي بقى انا عايز اسالك سؤال، لو انا قلت لك هنكتبها 3 فهنضرب في 10 اس كام؟ قلت لك صلى على النبي. دلوقتي هو انا شلت كام صفر؟ يعني انا كتبت ال 3 بس، حط لي العلامه العشريه هنا. تاني انا كتبت لك 3 بس، يبقى في الحاله دي حط لي العلامه العشريه قبل ال 3. يبقى انت هنا خدت كام رقم شلتهم في الخزنه؟ 3. شلت لي 3 ارقام معاك في الخزنه، حط لي 3 في 10 اس 3. قلت له يا مستر لا والله ما فهمتش. قلت لك تعالى اصعبها عليك شويه. كتبت لك 3 6 وحطيت لك جنبها، حلو كده. قلت لك يا ترى دي اللي هي تبقى 3.6 لو كتبتها لك بالمنظر ده تبقى 10 اس كام؟ قلت لي يا مستر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، العلامه العشريه اتحطت فين؟ اتحطت هنا اهو. يبقى انت لو خدت بالك انا شلت كام معايا، كام رقم معايا في الخزنه؟ 1 2 3 4 5 تكتب لي 10 اس 5. لا مستر مثال كمان، حاضر يا حبيبي، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، كتبت لك 4000 او 40000. طب بص بقى، بص الفجر بقى، كتبت لك 0.4 فيا ترى دي مضروبه في كام؟ بص انا عايزك تستوعب بس اللي انا بعمله.
ان انا بحرك العلامه العشريه فغير الاس. طب مستر واحنا بنحل، واحنا بنحل اقول لك بوم طخ ازاي تحل وتنجز. طب ما مستر ما تقول من الاول. ما هو ماشي يا اسطى، انا هنستخدم الاله الحاسبه واقول لك تعمل كام تركيه في الاله الحاسبه كده وكده كده. بعد المحاضره دي هيبقى في محاضره ثانيه هنحل فيها اسئله، كل الاسئله ايه الكتاب ان شاء الله. فسمي الله بس. انا حطيت لك العلامه العشريه فين؟ انا حطيتها لك هنا اهو. حلو. معنى كده ان انا شلت كام رقم معاك في الخزنه؟ 1 2 3 4 5 فتكتب لي 10 اس 5. لا مستر معلش مثال كمان. قلت لك حاضر. قلت لك بص يا صاحبي، لو انا دلوقتي كاتب لك اهو 3 0 6 4 1 2 3 4 وقلت لك ان الرقم ده بيكافي 3.0 ايه 6، فالسؤال هنا انا ضربته في 10 اس كام؟ قال لي مستر صليت على النبي. قلت له عليه الصلاه والسلام. قال لي مستر انت حطيت العلامه العشريه هنا، يبقى انت خدت كل دول حطيتهم لي في الخزنه 1 2 3 4 5 6 7 فاكتب ايه؟ اس 7. طب مستر انا ملاحظ حاجه، انت ما كتبتش الرقم 4. في بعض الاحيان يا شباب انت لوحدك والله العظيم لو لقيت الاله الحاسبه مطلع لك 3.6 5 4 3 2 1 الاله كاتبه لك كل ده، هل انت بتكتب كل ده في يعني بتيجي في الجواب بتكتب كل ده؟ قال لا والله يا مستر يعني باجي اكتب 3 غالبا انت بتقربها يعني بتكتب 3.6 5 بس. ربنا كرمك وكتبت 4. ساعات الارقام الصغيره دي يا شباب بيعملها عمليه ايه؟ خلاص ايه؟ اهمال كده، اللي هو عملتها اكستلها قلت لها باي باي مش مهم، يعني انت رقم صغير قوي فمش مهم بالنسبه لي. في بعض الاحيان وانت بتشتغل في الفيزياء او في العلوم بيطلع لك ارقام دقيقه كده شويه فانت ممكن تفكس لها عادي وانت بتحل. طب مستر معلش سؤال كمان، دلوقتي كتبت لك اهو حلو، فدلوقتي قلت لك بقى بص انا هنا بص بقى ايه يعني مش بغلس عليك، انا هنا بص بجحفك. لو خدت بالك ان اي رقم انا هنا ما حطيتش لقش العلامه عند الاربعه، لا انا لو خدت بالك زودت صفر ورحت حطيت لك العلامه. لا مستر انت عملت ايه بس معلش؟ انا بقول لك يا ترى دلوقتي لو كتبت لك 0.4 من 100 فالاس ده هيبقى كام؟ قلت لي يا مستر لا لحظه انت حطيت لي العلامه فين؟ قلت لك حطيت لك العلامه هنا. يعني معنى كده يا شباب انت شلت كام رقم معاك في الخزنه؟ قال لي يا مستر بس هنا شايف ان انت حطيت صفر زياده من عدنك. والله يا باشا اي صفر على الشمال انت عارف انه ملوش لازمه، يعني انت اي رقم معلش اي رقم 2 ده ليه عدد لا نهائي من الاصفار على الشمال عادي خالص تقدر تحطه. فاهمني؟ بس كده. فارجوك ركز معايا بس في الحته دي ورب ييسر الامور. قال لي يا مستر يبقى انت شلت معاك 1 2 3 4 5 6 7 8 اكتب لي 10 اس 8. يبقى دلوقتي يا شباب ده شكل من اشكال تمام ايه انك تكتب بيها الاعداد، ودي بنسميها الصيغه المعياريه لكتابه الاعداد. ودي فكرتها ايه يا شباب؟ فكرتها ان الارقام الكبيره قوي نبدا نكشكشها فيبقى رقم صغير او شكله صغير كده فنقدر نتعامل معاه، والارقام الصغيره جدا بدل ما اكتب لك 0.00001 فاهمني فانت تروح كاتبها لي مثلا 1 في 10 اس كام؟ اس سالب برقم. فاللي انا دلوقتي بتكلم فيه ازاي تعمل ده. طب دلوقتي تعالى نتكلم بالعقل بقى. طب انا دلوقتي لو كتبت لك رقم 4 في 10 اس 2 يا ترى دلوقتي قلت لك فك لي ده، احنا مش عايزين ال 10 دي، عايزين نكتبه عادي، قلت لك اكتب الاربعه عادي. هل معاك كام في الخزنه؟ معايا رقمين، مفيش رقمين عندي، حط صفار. يبقى ده 400. مستر مثال تاني، كتبت لك 2 في 10 اس 4. دلوقتي قلت لك انا عايزك تكتبها لي بصيغه عاديه، مش بالصيغه المعياريه، دي اسمها الصيغه المعياريه لكتابه الاعداد. كتبت الاثنين عادي، معاك كام في الخزنه؟ معايا اربع ارقام، حط 1 2 3 4 كده انت كتبتها له بشكل ايه؟ سلس. طب مستر قلت لي امورني، قلت لك طب افرض كاتب لك 4 فاصلة 6 7 في 10 اس 5. لو هكتبها يا شباب ب 4 6 7 عايز اكتبها كرقم عادي هعمل ايه؟ بص بقى في الحالة دي خليك ناصح، مفتاح الخزنة حاجز معاه رقمين فطلعتهم، فمعنى كده انت شلت من الخمسة كام؟ رقمين، يعني اتبقى لك 3. هل في ارقام تانية؟ لا زودهم صفار. لا مستر مرة كمان تاني، بص يا صديقي صليت على النبي عليه الصلاة والسلام تاني، انا دلوقتي الاربعة دي كده كده بره
ماليش دعوه بيه. الرقمين دول هطلعهم، فهطلعهم غصب عني اشيل من رصيدي. انت رصيدك معاك 5، فدلوقتي لما تطلع لي رقمين من العلامه معنى كده انك شلت من الخمسه كام رقمين؟ رقمين، 2، فبقى لك 3. الثلاثه دول مفيش ارقام تانية نطلعها، حطهم اصفار. لا معلش مثال كمان على الحته دي كمان، الله يبارك لك ركز معايا. دلوقتي اهو كتبت لك 3 في 10، او خلينا نقول 3، حلو، 3.02 × 10^5. حلو الكلام ده؟ لو انت هتكتبها بطريقه عاديه، انا دلوقتي بعلمك ازاي تروح وتيجي، فركز معايا الله يسترك. قال يا مستر طب عايزين نكتبها بطريقه عاديه، قلت لك حاضر، كتبت لك 3، يلا. وبعدين ها هنطلع الرقمين دول من العلامه، طب انا طلعت رقمين، يبقى الخمسه شيل منها 2 يبقى لك 3. طلع الرقمين همت والثلاثه دول حطهم اصفار. معلش نحط صفر تاني. يبقى انا دلوقتي بعرفك ازاي مع الارقام الكبيره ازاي تكشكشها وازاي تفردها. تاني ازاي تكشكشها وازاي تفردها. طبعا خليني صريح معاك بصراحه، يعني بصراحه يعني انت بقى لما نيجي نتكلم معلش بالاله الحاسبه كده، سيبك انت من ده، انت تقدر تحل المسائل دي كلها بالاله الحاسبه بمنتهى البساطه. يعني ازاي يا مستر؟ والله حضرتك لو جيت بصيت هتكتب اهو 3.02 × 10^5، دوس يساوي اهو الرقم اهو. طب عايز اكتبه بالصيغه المعياريه، شايف الزرار بتاع انج ده؟ دوس عليه هندلها لك شويه. طب عايز اقول لك بقى على حاجه جامده جدا تطلع لك بالظبط زي الصيغه المعياريه، تدوس شيفت مود وتختار كلمه ساينس. لا تاني مثلا تدوس ايه معلش، دوست على شيفت ودوست على مود واخترت كلمه رقم 7. دلوقتي اهو اي رقم هكتبه هيطلع لي بالصيغه المعياريه، يعني انا كتبت اهو 3.02 × 3^0 بس كده، ودوست يساوي طلع لي اهو بالظبط. بس خد بالك من نقطه بقى، هو هنا عمل عمليه تقريب، لان انا دوست شفت مود اهو 7 اختار مثلا 9، هو هتلاقيه بص كتب لك 9 اصفار، يكتب لك لغايه 9 ارقام، فاهمني؟ فاللي بتكلم فيه انك تقدر تعمل الحوار ده على الاله بتاعتك. طب تعالى نتكلم بقى ماذا لو كان الرقم مش كبير، كان الرقم صغير، تعمل ايه؟ بص برضو الاله الحاسبه هتظبط لك الحته دي جدا، ولكن خليني اقول لك هتعمل ايه؟ دلوقتي انا كان معايا فلوس فشالهم في الخزنه، لكن لما اكتب لك رقم كده في الحاله دي معلش انا مديون معيش اي خزنه، ففي الحاله دي هستلف. طب هستلف كام؟ قال لي والله يا مستر على حسب، انت عايز، انا كتبت لك مثلا 2.4، يبقى اسال نفسك سؤال، انت العلامه العشريه بتاعتك دي نقلتها من هنا حطيتها لي هنا، معنى كده ان انت خرجت كام رقم من حجز؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، يبقى اضرب في 10 ناقص 6. لا مستر مره كمان، كتبت لك 1000031، وقلت لك انت هتكتبها بالايه؟ بالطريقه المعياريه. طب حلو، كتبت لك 31 ضرب 10 أس كام؟ هل معاك ضرب 10 أس رقم؟ يعني هل معاك حاجه في خزنتك؟ لا ده انت مديون يا حليتها. قال لي يا مستر طب مديون نعمل ايه؟ قال لي بص بقى، انت حركت العلامه العشريه دي من هنا لهنا، حلو، عد كل الارقام دي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، حط لي هنا سالب 7. طب معلش يا مستر اهو 0.0000، حلو الكلام ده، 1، 2، 3، ورحت انا كاتب لك 1.23. بص بقى هرجع اقول لك بمنتهى البساطه ومنتهى العبط، تعمل ايه؟ العلامه العشريه راحت هنا، حلو، يلا 1، 2، 3، 4، 5، 6، حلو، سالب 6. طب تعالى بقى تخيل، تخيل الفجر جابه بقى ايه؟ يعني وقال لك حولها لي، قال لي يا مستر بص 1.23 دي مضروبه في 10 ناقص 6، ازاي ترجعها؟ هنا انت هتعمل نفس اللي كنت بعمله من شويه. يعني انت دلوقتي معلش يعني حلو هتحرك العلامة
دخلت الرقم شيل من الستة كام؟ واحد. بدل ما بقت سالب ستة بقت سالب خمسة. حلو الكلام ده؟ طيب قال لي يا مستر حلو الكلام، يبقى انا لو كتبت واحد صفر صفر فاصلة واحد اتنين تلاتة يبقى ساعتها هكتب في 10 اس سالب 5. طب قلت لك لا انا عايزك تعملها لي بقى عادي. قال لي بسيط خالص، هل في ارقام تانية موجودة بره؟ لا. حلو، حط الخمسة دي صفار، يعني اكتب لي اهو 1 2 3 4 5. لا مستر مرة كمان معلش، قلت لك تاني تاني واحدة واحدة عشان الحتة دي بتلخبط شوية، ولكن هي يعني أنا بشرحها بضمير حبتين. بص أهو، هو دلوقتي كاتب لي ده ويقول لي أنت مديون عندي بسالب 6. فقلت له طب معلش ممكن تدخل الواحد ده جوه احجزه؟ قال لي يا مستر خلاص ما بقاش سالب 6 بقى سالب 5. طب هل عندك ارقام تانية؟ قال لي لا حطهم صفار. يبقى في الحاله دي السالب 5 يبقى تحول 1 2 3 4 5، بعد كده كتبت الرقم بتاعي. لا مره كمان، 0.32 مضروبه في 10 اس سالب 4. قال لي يا مستر سالب 4 دي ده انت كده الموضوع اهو ده سالب. حلو كتبت 0 فاصلة. الثلاثة والاثنين دول هل في أرقام تانية؟ مع كامل احترامي لحضرتك، هل في أرقام تانية أحطها جوه؟ قال لي مفيش. قال لي حط لي السالب أربعة دول بقى اصفار، 1 2 3 4، بعد كده اكتب لي الرقم بتاعك. لا معلش مثال تاني أهو، 22 أهو في 10 أس سالب 7 يبقى 0 فاصلة. حلو، سالب 7 ده معنى كده ان انت مطلع لي، لو خدت بالك مفيش علامه عشريه اصلا، اذا العلامه العشريه ايه؟ اخرها هنا. قال لي يا مستر لا ثواني ثواني مفيش علامه عشريه، يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ قال لي والله يا مستر محتاجين ندخل دول نحجزهم. ادي 2 1 2 كده، احنا هندخل كام رقم جوه؟ قال لي 2 و2 و1 دول بقى سالب 7 بقوا كام؟ بقوا سالب 4. قال لي حولهم لصفار، يبقى 1 2 3 4، بعد كده اكتب له الرقم 2 2 1. وده الشكل اللي بتكلم فيه. قاعده عامه، قاعده عامه افهمها، اي رقم خلقه ربنا كده هو يمينه علامه عشريه. لا تاني، لو كتبت لك 4 4 بس يبقى يمينه علامه عشريه، بس مفيش حاجه فيه. حلو، طيب يبقى انت استوعب الحته دي علشان تبقى فاهم الاصفار راحه فين وجايه منين. طب دلوقتي يا شباب تعالى نسال نفسنا سؤال، يا مستر معلش يا مستر الرغي اللي انت قلته ده كله كوم، انا بقول لك فس دماغك بقى من الرغي اللي انا قلته كله كله حرفيا، وركز معايا السؤال يتحل ازاي. يعني هو بيقول لك اذا كان نصف قطر ذره الهيدروجين كذا، حلو، فانه يكافئ، وجايب لك بص ارقام كده، انت تعمل ايه؟ بص يا صديقي صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، تعمل اللي انا بقول لك عليه. اهو هو كاتب لك رقم 0.053 نانو، فضربتها في 10 اس سالب ايه؟ 9. عندك اعتراض؟ لا. اكتب الكلام ده على الاله. تاني كده، اكتب الكلام ده على الاله. قلت لي ازاي يا مستر؟ قلت لك زي الناس يا ابني اكتبه على الاله اهو، 0.053 في 10 اس اهو سالب 9، ودوس يساوي الرقم اللي اتكتب لك 5.3. معلش الاله دي احنا عندنا كده شيفت مود، خلينا نعملها نورمال اهو. حلو، الرقم اهو دوس يساوي الرقم مكتوب لي 5.3 في 10 اس سالب 11. حلو، يبقى هو 5.3 في 10 اس سالب 11. هل الرقم ده موجود عندك؟ اه. يبقى الاجابه به. قال لي لا استنى يا مستر، بص بقى، ما هو وارد طالما كاتب لك جميع ما سبق، وارد ده ينفع وارد ده ينفع. طب لو كلمتك بالمنطق اللي انا لسه شارحه لك، هو انا مش ممكن ادخل الخمسه دي جوه؟ يبقى هي بص هنا لو خدت بالك ده مديون، 5.3 دي هدخلها جوه، واشيل هنا من سالب 11 دي اخليها سالب 10، فتلاقيها موجوده في الاختيارات. بلاش تعالى كده يا اسطى بلاش. انا مستر ثواني، هو انا مش ممكن اطلع الثلاثه دي من جوه لبره وازود السالب، ازود الدين اللي عليا فتطلع سالب 12؟ اه. انا مستر بس معلش على الله، انا على الله حكايتي يا مستر ولسه بدرس فيزياء جديد. هقول لك تعمل ايه بقى. انت طلع لك الرقم اركنه 5.3 في 10 سالب 11، اكتب الرقم بتاع الاختيار الاولاني ده على الاله اهو، في 10 اس سالب 10 دوس يساوي
كتب لي 5.3 في 10 سالب 11 حصل. وطالما لقيت بالعقل اجابتين صح يبقى انت كده تمام التمام وفل الفل وعرفت ان جميع ما سبق. بس تعالى اوريك برضو. طب انا معيش اهو 5.3 في 10 اس سالب 12 اس سالب 12 اهو والاس يساوي طلع لي نفس الرقم. اذا جميعهم او جميع ما سبق. يبقى ده طريقه ثانيه في اللي هي بقي وميكي ميكي كده عشان تحل السؤال. طب ده سؤال ثاني بيقول لي اي القيم التاليه تساوي. حلو السؤال بيقول لي يا مستر 6.8 6.2 حلو كده تمام 60.2 ملي متر والاجابات فيها سنتي وفيها جيجا وفيها كيلو بتاع. تعالى نتكلم العقل. خد الرقم ده حوله 8.6.2 هنضربه في 10 اس كام يا صديقي؟ ها ملي 10 اس سالب 3. قال يا مستر هو بعدين تعالى بص برده معايا بيقول لي سؤال رقم 12 اي القيم التاليه تساوي كذا. فدلوقتي لقيت برده الاجابات. بص بس خليك واقعي شويه مع بعض. سنتي جيجا فهمني. في حد ناصح قال واحدا هو عارف ان الفرق ما بين الملي والسنتي 10 تقريبا. حلو يعني كل سنتي فيه 10 ملي. هيقول لي 86 دي لا ما تحرك العلامه كده كده بقت سنتي فيختار الدال والواد ده برنس والواد ده بيلقطها من هي طيب. بس انا ما اعرفش فقلت لك بص بمنتهى البساطه تعمل الاتي اهو يا عم. كتبت 86.2 ضربتها في 10 اس ناقص 3. ليه يا مستر ناقص 3؟ ما هو انت عارف الملي. طلع لي الرقم كام؟ طلع لي الرقم ده اللي هو 0.0862 0.0862 كده انت حولته للمتر. الواقعي بقى انك تبدا تحول بقى الارقام على الاله بتاعتك. وطبعا اللي شاكك فيه اعمله. يعني انت خلينا نتكلم بواقعيه 8.62 في 10 اس 10 حلو الكلام. هنضربها في كام بقى؟ قال لي يا مستر دي مايكرو، مايكرو عامله نفسها ام فاضرب في 10 اس ناقص كام؟ اس ناقص 6 دوس يساوي يطلع لك الرقم ده، هل الرقم ده هو الرقم ده؟ لا غلط. طب حلو، تعالى نكتب اللي بعده 8.62 في 10 اس سالب 4. قال لي تمام، طال يلا تحويلت الكي، الكي يعني 10 اس كام؟ 3 اهو دوس يساوي. هل الرقم ده هو هو الرقم ده؟ لا غلط. قال لي يا مستر بلاش 0.862 وده مش منطقي خالص. يعني جي كابيتال قلنا جي ايه؟ جي سمول اضرب في 9. يلا هل الرقم ده هو الرقم ده؟ لا. يبقى انت لو خدت بالك الرقم الوحيد اللي يظبط معاك هو الرقم الاخير اللي هو بتاع السنتي. وده واقعي جدا يا شباب اللي هو 8.62 اهو في 10 اس سالب 2 اهو طلع نفس الرقم. اذا انت اخترته وانت مرتاح. خلي بالك من نقطه مهمه قوي وشويه ملاحظات مهمه يا شباب. الملاحظه الاولى قلت لك اهو الملاحظه الاولى واحد خلي بالك ان الانجستروم وحده قياس طول فقط. حلو. نقطه رقم 2 انت عندك وحده اسمها طن ودي عبارة عن 10 أس 3 ألف كيلو. لا تاني الطن عبارة عن 1000 كيلو. تاني حاجة اللتر وشرحتها لك وقلت لك اللتر خلي بالك إن كل واحد متر مكعب عبارة عن 1000 لتر. ولازم تبقى مستوعب إن واحد متر مكعب ده مش حاجة بسيطة. لا 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 ده أنت جبت بس بص ده جبت طول متر في عرض متر في ارتفاع متر ومليتهم مية او مليتهم اي سائل. ده حجم كبير. عارف انت خزان محترم يعني. طيب فنرجع تاني للسؤال ده كده. يلا يا نجم اهو لو خدت بالك بيقول لك اذا كان حجم كميه من الماء 5 متر مكعب فان وحدتها باللتر كام؟ احنا قلنا كل واحد متر مكعب عباره عن 1000 ايه؟ لتر. فال 5 متر مكعب هيبقوا بالنسبه لك 5000 لتر. وان شاء الله هنبدا نحل الاسئله بتاعتهم في الفيديو اللي جاي. تعالى بقى نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وننقل على الجزء الثاني من محاضرة النهارده. النهارده محاضرة زي ما قلت لك خفيفة مش صعبة وهي الصيغة أو صيغة الأبعاد Dimension Analysis. فسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. يلا بينا يا شباب نخش على الجزء بتاع صيغة الأبعاد وعايزك تركز معاه قوي قوي قوي. بصوا يا شباب حضرتك رحت زي شاطر تعمل تحليل فقالوا لك والله كرات الدم الحمراء قد كده، كرات الدم البيضاء قد كده، الصفائح الدموية قد كده. حلو. اللقطة فين؟ إن هنا فكلك الدم بتاعك لمكوناته.
بنفس الفكرة يا شباب هنتعامل مع الكميات المشتقة ونفكها لمكوناتها الأساسية. يبقى أنت لو خدت بالك هنشتغل على الكميات المشتقة ونبدأ نطلع منها ثلاث عناصر. الثلاث عناصر دول هما الام والال والتي، وهم عبارة عن كلمة مالت. حبيت تجود خليها ليميت، برستيجك لا يسمح خليها تلم. المهم ان انا بقول لك دول. طب الام تمثل ايه؟ ام تمثل الكتلة. حلو. الال يمثل الطول، ودي عامة دي اختصار كلمة ماس، يعني كتلة بالانجليزي. ال لينث، تي تايم. حلو. فلو خدت بالك التي برضو يمثل الزمن. يبقى احنا كل كمية فيزيائية هنشتغل عليها هنفكها لام ال تي مالت. حلو الكلام. فصيغة الابعاد شغلتنا فيها ان احنا نفكهم، تمام؟ وفي صيغة عامة لصيغة الابعاد، في معادلة عامة كده، ايه معلش اشرحها لك بسرعة. يعني انت هتجيب لي الكمية الفيزيائية دي، تحط لي اي كمية فيزيائية، يعني هنا هتحط لي الكمية الفيزيائية. حلو. ويلا ادينا واحدة ام ال تي. طب اللقطة فين بقى؟ ان هنا بيبقى فيه اس موجب او سالب ايه؟ هنا بيبقى فيه اس موجب او سالب بي، ايا كان بقى مين الرقم، يعني ممكن بي ده 1 2 3 4 0، تمام؟ موجب او سالب سي. يبقى انت لو خدت بالك كل شغلنا هنفك كل حاجة لدول. عايز تحل صيغة الابعاد اسمعك مني الكلمتين دول، فكك بقى من الرغي اللي ملوش لازمة. معلش عشان خاطري عايزك تسستم دول في دماغك، ان اي طول، اي مسافة، اي نقل، اي حاجة بتتقاس بالسنتي او المتر، اي حاجة بتتقاس بالسنتي او المتر، حلو، بتتقاس بالمتر. اللي بعده، اي كتلة هي بتتقاس بالكيلو جرام. اي زمن بيتقاس بالثانية. ركز معايا في الكام كلمة اللي هقولهم. انت عارف ان المساحة طول في عرض فبتتقاس بالمتر مربع، جيت قلت لي الحجم يا ابو المساتير قلت لك متر مكعب. حلو. معلش احفظ لي دول بالله عليك. يبقى كتلة اي طول، اي مسافة، اي ازاحة، اي نص قطر، ها افتكر متر، سنتيمتر، اي، المهم يعني الكتلة كيلو جرام، هو الزمن ثانية، المساحة متر مربع، الحجم متر مكعب. معلش دفل عليهم ان انت اكيد عارف ان السرعة وحدتها متر على الثانية، وعارف برضو ان العجلة، حلو، هي عبارة عن متر على الثانية تربيع. لو انت حافظ لي دول تحل اي سؤال خلقه ربنا في صيغة الابعاد. طب حلو، ليه بقى؟ هفهم عينيا الاتنين. صليت على اللي يشفع فيك؟ قلت لي اه. قلت لك بص بقى اتقل معايا كده وركز، ورقه وقلم واكتبهم لي. معلش هسيبهم لك اهو، وقف الفيديو لحظه، ورقه وقلم واكتبهم. ها كتبتهم؟ يلا. بص بقى ليه يا صديقي؟ انت المفروض ان اي طول اي مسافه هتشيل المتر او السنتي او ايا كان وتحط مكانه ال. يعني دي بالنسبه لي دول الكميه الفيزيائيه، لكن دول وحده القياس، ده الابعاد. بص الطبيعي ان انا بجيب صيغه الابعاد عشان اجيب منها وحده القياس، لا انا هعمل العكس. انا كده كده انا وانت طول عمرنا في اعدادي او في ثانوي او اي حاجه متعودين على الوحدات، عارفين متر ومتر مربع والحاجات دي كلها. فاللي انا بتكلم فيه انت طالما عارفهم سيفهم بس في دماغك كده، واظن انك بتتكلم في كلام عبيط. اي طول، اي مسافه، اي نص قطر، اي حاجه بمتر، اي كتله انت بتقيسها بالكيلو جرام بالجرام، المهم الزمن، وانا دلوقتي المفروض انت فهمت يعني ايه نظام دوري، الزمن بالثانية، أي مساحة، ما هي المساحة طول في عرض يعني متر مربع، أي حجم متر مكعب، السرعة متر على الثانية، العجلة متر على الثانية تربيع. احفظ دول بس بالله عليك، هقول لك ليه. يعني لو الطول يبقى ال واحد، الكتلة هتحط ام، أي تايم، أي زمن، أي ثانية تحط مكانها تي. طب جيت اديتك متر مربع تحط لي ال تربيع. جيت قلت لك الحجم متر مكعب تحط لي ال تكعيب. جيت قلت لك متر على الثانية يعني ال على تي. واحنا ما بنحبش في صيغة الأبعاد يبقى في كسور، فبنطلع التي من فوق لتحت فبنخليها ال في تي أس سالب واحد. جيت قلت لك متر على الثانية تربيع يعني ال على تي تربيع، فخليتها ال في
تي اس سالب 2، واخد لي بالك؟ يبقى طول ما انت شغال فانت مسستم دول في دماغك. حلو الكلام. طب دلوقتي يا مستر وقلت لك الامور دي، يبقى وانت بتحل سلسله ابعاد عايزك تحط في دماغك ان دول اللي انت شغال بيهم. ليه؟ لاني مثلا هاجي اسالك واقول لك انا محتاج منك صيغه ابعاد القوه مثلا، اهو محتاجين صيغه ابعاد القوه، بس هديك معلومه ان القوه عباره عن الكتله في العجله. قلت لها يا مستر لا لحظه واحده، ده احنا عايزين مش صيغه ابعاد، احنا عايزين الصيغه وحده القياس. تعالى لي الكتله وحدتها كيلو جرام، بسيطه. العجله انت عارف وحدتها متر على الثانيه تربيع. حلو الكلام. طيب دي وحده القياس، شكرا على كده. يعني كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، دي انت كده جبت وحده القياس. طيب عايز تحولها لصيغه ابعاد، انت بمنتهى البساطه كيلو جرام حط مكانه ام كابتن، اي متر متر سمول حط مكانه الا، يعني ده طول اهو على تي اس 2. معلش نطلع ده من تحت لفوق، بقت ال اهو ام ال في تي اس سالب 2. كده انت جبت لي صيغه ابعاد الشكل ده. طب جيت قلت لك معلش مثال تاني، الله يبارك لك ركز معايا، قلت لك ان كميه التحرك ادي كميه الحركه بتساوي الكتله في السرعه. حلو. قلت لك يلا محتاجين منك صيغه الابعاد ووحده القياس. قلت لك سالتك سؤال، الكتله انت عارف بتتقاس بوحده الكيلو جرام، السرعه بتتقاس بوحده المتر على الثانيه، يبقى كيلو جرام في متر على الثانيه. خد بالك من نقطه، انا هنا كتبت متر على الثانيه تربيع عشان عجله، هنا كتبت متر على الثانيه عشان ايه؟ سرعه. قال يا مستر حولها لابعاد، قلت لك حاضر عينيا الاثنين. كيلو جرام اهو ام، المتر ده طول، طب الثانيه تحت طلعها فوق او خليتها اهو على تي، التي دي عشان اشيلها هطلعها فوق واخلي الاس بتاعها سالب، فعشان كده هشيلها اهو واطلعها فوق واخلي الاس بتاعها سالب، تبقى سالب ايه؟ تي اس سالب 1. يبقى ده ازاي تجيب صيغه ابعاد، طالما انت مسستمهم في دماغك ومسستمها كده ومرازيها وانت فاهم دول هتعرف تجيب صيغه ابعاد اي حاجه. بس بقى في شويه ملاحظات، هل رقم 2 ليه وحده قياس؟ لا، يبقى ملوش صيغه ابعاد. طب هل الساين سيتا ليها وحده قياس؟ لا. فاهمني؟ هل الباي ليها وحده قياس؟ لا. يبقى خلاصه الكلام، الارقام الساين والكوزاين والايه دوال المثلثيه والباي والايه والكلام ده كله انت عارف ان ملوش صيغه ابعاد، ملوش وحده قياس اذا ملوش صيغه ابعاد. اللي بعده صيغه الابعاد، لو خدت بالك اضرب واقسم شغال، ما عنديش مشكله. يعني هديك مثال، ولو جيت قلت لك ان طاقه الحركه حلو بتساوي نص الكتلة في السرعة تربيع، قلت لك اشتغل عليها تمام، هو ان الكي اي بتساوي نص ماف تربيع. عايزك تركز معايا، هل النص ليه وحدة قياس؟ لا. الام، الام دي كتلة، حاضر كيلو جرام. السرعة تربيع يعني متر على الثانية وحط تربيع. طب ليه حطيت تربيع؟ لأن السرعة مكتوب عليها تربيع. أنت كده جبت وحدة القياس. طب مستري عايز بقى أشتغل، أه خلاص بسيطة خالص، عايز تحولها يبقى أدي إم كابتل وأدي الطول بتاعك اللي تربيع والثانية تطلع فوق فيبقى تي أس سالب 2. كده أنت حولتها لإيه؟ لأبعاد. تضرب تقسم فيهم براحتك. تعالى أديك مثال كمان على صيغة الأبعاد، جيت قلت لك أن الشغل بيساوي، هو بيساوي القوة في الايه؟ في الازاحة. خلينا نقول مثلا نفكها، الكتلة في العجلة في البعد. حلو الكلام. أي كتلة ده هقيسها بوحدة الكيلو جرام، العجلة هقيسها بالمتر على الثانية تربيع، البعد أي بعد أي مسافة هقيسها بالمتر. فلو خدت بالك انت بقى عندك هنا دول مضروبين في بعض يا شباب، لما بحط نقطه معناها ان انا مضروبين، ام في ام بام كام؟ بام تربيع، يعني هي عباره عن كيلو جرام في ام تربيع على الثانيه تربيع. لو خدت بالك
ايه ده ضربتهم وجمعت الاسس. خلي بالك من نقطه ام في ام مش باتنين ام، الله يسترك، هي ام تربيع. فخلاص حولها لابعاد، ادي ام كابيتال مكان الكتله، وادي الطول هحط ال تربيع، وادي التايم هخليه تحت لا هطلعه فوق، وخلي الاسس بتاعه سالب يبقى سالب 2. يبقى انت كده جبت صيغه ابعاد الشغل. المعلومه الاهم اللي انا شرحتها لك ان ينفع تضربها وتقسمها عادي، لكن لا تجمع ولا تطرح، بالعقل والمنطق. خلينا نتكلم بالعقل. جمعت كتله على طول ينفع؟ لا ده عبط. يبقى دي نقطه مهمه، لا ينفع تجمع، لا يمكن، لا يمكن تجمع كميه فيزيائيه على كميه فيزيائيه اخرى. يعني مش هتقول لي يا اسلام انت وزنك 120 كيلو وطولك 185، يبقى 120 زائد 185. اقول لك انت عبيط، فاهمني؟ واللي صدقك عبيط ليه؟ لان الكتله حاجه والطول او المسافه او البعد حاجه تانية، ما ينفعش يتجمعوا او يطرحوا من بعض. لكن جيت قلت لك معلش اسلام كتلته 120 كيلو مثلا، حلو، اسلام شال كرسي وزنه 10 كيلو، اذا اسلام وكرسي وزنهم كام او كتلتهم كام بقى؟ والله اسلام وكرسي يبقى 130. ليه يا حبيبي؟ ما انت 120 وكرسي 10 يبقى 130. كده راكبه. يبقى خد بالك من نقطه، جمعت كتله على كتله يطلع لك كتله، طرحت كتله من كتله يطلع لك كتله، حلو، طرحت طول من طول يطلع لك طول. يبقى خلي بالك تجمع وتطرح نفس الحاجه، ما تطرحليش حاجات مختلفه. طيب والنقطه المهمه برضو انك لما تيجي تجمع وتطرح حاول تترجم في دماغك ان وحدات القياس بتاعتك تبقى واحده، يعني ده كيلو وده كيلو، مش ده كيلو وده جرام. خلي بالك تاني، ده كيلو وده كيلو، مش ده كيلو وده جرام. ما تقوليش مثلا 20 لو كتلتك 120 كيلو وده 1000 جرام، فهنقول 120 و1000 جرام. لا، وده يعني كانك جمعتهم، يبقى هنا 120 كيلو وال1000 جرام هم كيلو، يبقى تقدر تقول لي 121 كيلو. خلي بالك من الحاجات دي. يبقى ملحوظات كده مهمه، تجمع كتله على كتله، تطرح كتله من كتله، لازم هتجمع وتطرح نفس الحاجه. نقطه رقم 2، نفس وحده القياس، الله يبارك لك، ما تشلنيش وتشل نفسك، فهمني؟ طيب اللي بعده، انا مستر، يبقى انا دلوقتي لو عندي طول وجمعت عليه طول هيطلع لي الاجابه فيها ايه؟ طول. يعني قلت لك ال ناقص ال ما تقوليش صفر، اقول لك غلط، لا، ال ناقص ال يديك ال. لا مستر، يعني انا بالنسبه لي يا اسطى ده مش ارقام، ده بعد، يعني ده بالنسبه لي الطول لما اطرح منه طول هيساوي طول. مستوعب الكلام؟ تاني، انا مش هطرح حاجات، يعني ما ينفعش مع كامل احترامي ليك احط هنا طول وهنا كتله. يبقى دي نقطه ثانيه عايز اقولها لك عشان صيغه الابعاد برضو بتعرف لك اذا كانت المعادله دي ممكنه او غلط. لا ثواني مستر، اللي انت بتقوله ده كلام غريب. قلت لك تعالى بص، علشان المعادله تطلع صح في الجمع والطرح لازم ده يساوي ده، حلو، يبقى لو ده كتلة يبقى ده كتلة، يبقى الإجابة كتلة. لو ده حجم يبقى ده حجم، يبقى الإجابة حجم. عشان تقول لي المعادلة دي معادلة ممكنة، وخد بالك من نقطة، أنا بقول ممكنة مش صح. قلت لي يا إسلام؟ قلت لك لأن أنا عندي بروبلم أو عندي مشكلة هنا، إن في معادلات مثلا مع كامل احترامي لحضرتك لو جيت عملتها في صيغة الأبعاد هتلاقيها غلط، أو يعني هتلاقيها مش مظبوطة. ليه؟ لأنك الباي ليس لها وحدة قياس، فملهاش صيغة أبعاد. بمعنى تعالى دي، لو جيت قلت لك مساحة الدائرة وكتبت لك باي ار تربيع وكتبت لك ار تربيع بس، في صيغة الأبعاد أنا بالنسبة لي الباي دي ملهاش قيمة، ملهاش بعد، والار دي هي نص القطر، فنص القطر ده بيتقاس بالمتر، حلو، فمتر تربيع يعني ال تربيع، فقلت لك تمام المعادله كده ممكنه، رغم ان المعادله دي 100% صح عشان هي بقطها ناق تربيع، لكن تعالى هنا ده نص القطر تربيع، حلو، ماليش فيه برضه، نص القطر بيتقاس بالمتر، حلو، طيب يعني متر تربيع يعني ال تربيع، فلو خدت بالك انا بقول لك انا بصيغه الابعاد هقول لك ان المعادله دي ممكنه واقول لك ان المعادله دي ممكنه، لان كده كده المساحه بالنسبه لي بتتقاس بالمتر مربع،
فده قل تربيع، فخلاص هنا طلع لي قل تربيع وهنا طلع لي قل تربيع. فهمني؟ طب مستر ما الباي دي؟ لا الباي ما لهاش وحده قياس. عشان كده خد بالك من نقطه، صيغه الابعاد تؤكد خطا المعادله ولا تؤكد صحتها. لا تاني انت ازهري يبقى خلي بالك يقول لك علل. مستر ايه اللي حصل؟ يقول لك ايه؟ يقول لك صيغه الابعاد تؤكد خطا المعادله ولا تؤكد صحتها، وذلك لان، اكتب معايا كده، وذلك لان، اي طالب ازهري اكتب، وذلك لان صيغه الابعاد ان الباي والدوالي المثلثيه والارقام ليس لها صيغه ابعاد، فبالتالي صيغه الابعاد تؤكد خطا المعادله ولا تؤكد صحتها. طيب دلوقتي يا مستري تعالى نتكلم على الاسئله، وركز معايا وانت بتحل اسئله هتلاقي الامور طيبه، واستعين بالله وهات ورقه وقلم عشان تحل معايا. طب تعالى بقى حل معايا شويه اسئله كده اختيار من متعدد على صيغه الابعاد. اول حاجه بقول لك معادله ابعاد السرعه، تعالى سالتك سؤال مهم حلو. وحده قياس السرعه يا صديقي، انت عارف ان السرعه متر على الثانيه، حلو الكلام. طيب لحظه واحده كده، قال لي تمام يا مستر، اكبر بس الخط شويه، يعني السرعه بتاعتك متر على الثانيه، قول متر على الثانيه يعني هي عباره عن ال على تي، فنطلعها فوق فتبقى تي اس سالب كام؟ ها اس سالب واحد. فلو خدت بالك مين في دول ال في تي اس سالب واحد، تلاقي الاجابه ب معادله ابعاد العجله. العجله انت عارف ان وحده قياس العجله متر على الثانيه تربيع، يعني ال على تي تربيع، حلو الكلام ده. طلعها لي فوق يا صديقي فتلاقيها ال في تي اس سالب 2. يلا فين ال في تي اس سالب 2؟ اخترناها الف. انا مثلا اذا كانت وحده قياس احدى الكميات الفيزيائيه كذا، فان معادله الابعاد بتاعتها كام؟ بالله عليك تركز معايا، بالله عليك يا شيخ تركز معايا. اذا كانت كميه وحده قياس احدى، اذا كانت وحده قياس احدى الكميات الفيزيائيه كيلو جرام على متر في ثانيه تربيع، فبيقول لك فان معادله ابعادها كام؟ بالله عليك يا شيخ ركز معايا. انا بالنسبه لي كيلو جرام لكل متر انا بالنسبه لي دي كيلو جرام اهي على متر في ثانيه تربيع. حلوه يا مستر. طب وبعدين؟ دلوقتي عايزك بقى تسمع مني الكلام كده، ابدا حولهم لابعاد على طول. يلا ده ايه؟ ده ام كابيتال، ده ايه؟ ال، ده ايه؟ تي تربيع. طلعهم لي فوق اللي تحت دول فتلاقيها اتحولت لام. لا تاني، هتلاقيها اتحولت معاك اهو لام. قال لي يا مستر وبعدين؟ والله دي ام، كبرتها لك ايه شويه، ودي ال، بس ال اس ايه؟ اس سالب واحد. ليه يا مستر اس سالب واحد؟ لان كان ده تحت. طب التي؟ تي برضه اس سالب 2، فتلاقيها ام في ال اس سالب واحد في تي اس سالب 2، تلاقي الاجابه طالعه معاك جيم. السؤال اللي بعده بيقول لي يا مستر ركز معايا، حلو. السؤال اللي بعده بيقول لي يلا وحدة قياس الكمية الفيزيائية التي أبعادها كذا. أولاً حطها معلومة عندك، أي حاجة أس صفر بواحد، أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. يبقى أنا دلوقتي بالنسبة لي دول قلشتهم، فما فاضليش غير ده. آه يا ابن اللذينة، لو خدت بالك مكتوب لك تي أس سالب واحد، ماشي يا مستر، معنى كده إن هتبقى ثانية أس سالب واحد، لا تاني، هتبقى ثانية أس سالب واحد، فلو خدت بالك مفيش غير ألف. السؤال اللي بعده بيقول يا مستر اذا كان الضغط يساوي القوه المساحه وصيغه ابعاد الضغط هي كده، فمين بص بقى بيقول لك اهو، فان حاصل ضرب اكس في واي في زد. سؤال زي ده محتاج منك معلش ان انت تبقى عارف قانون القوه، وان ده يعاب على السؤال شويه، فانا هقول لك هرجع اقول لك ان القوه تساوي ما، لا تاني، القوه تساوي ايه؟ ما. مين بيديك بشبشب في البيت؟ ما ام كتله ايه عجله، تاني ام كتله ايه عجله، تاني ام كتله ايه عجله. طب تعالى يا مستر، يعني انا دلوقتي بالنسبه لي الضغط هو عباره عن القوه على المساحه، يعني هو عباره عن الام كتله كيلو جرام، الايه عجله متر على الثانيه تربيع، كل ده هقسمه على المساحه اللي هي متر تربيع. طب حلو، قال لك قاعده عامه، انت عارف ان مقام البسط، تاني مقام البسط بينزل ايه يا صديقي؟ مقام البسط ينزل مقام، حلو، يعني ده هينزل لي تحت، فبقت كيلو جرام في متر على
متر تربيع مضروبه في ثانيه تربيع. طب حلو يا مستر، لا انت ليه ما غيرتش شجره الاس يا حبيبي؟ ما وديتهاش في حته، هي اللي تحت تحت اللي فوق ينزل تحت، مقام البسط ينزل مقام. طب حلو، طب وبعدين ركز معايا، التربيع ده يروح مع الام دي، فانت الزبده هتلاقي اللي عندك اللي باقي لك كيلو جرام في متر، نطلعه من تحت نخليه سالب واحد بقى في ثانيه اس ناقص 2. لا مستر لحظه واحده تاني كده، قلت لك بص يا صديقي تاني، هو قال لي القوه على المساحه، القوه بتساوي ام في ايه؟ يعني بتساوي الكتله في العجله، فالكتله وحده قياسها كيلو جرام، العجله وحده قياسها متر على الثانيه تربيع. طيب وهو قايل لي على المساحه، فكتبت متر تربيع، معلش مقام البسط ينزل مقام، فبالتالي هتلاقي كيلو جرام في متر على متر تربيع في ثانيه اس ايه؟ اس 2. طب وبعدين تعمل ايه؟ قال لك هتلاقي التربيع ده راح مع الام دي، فبقت كيلو جرام على متر في ثانيه تربيع. حلو الكلام بقى، عايزك تركز معايا قوي 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 قوي. حلو، الفجر مش بقول لك يا ترى سكت بعد ايه، بقول لك يا ترى حاصل ضرب اكس واي وزد، حصل ضرب الواحد في سالب واحد في سالب اتنين. مستر لا لا ليه؟ ما هو كيلو جرام هنحط مكانه ام، الام هحط مكانها ال، التايم هحط الاس هحط مكانها تي. طب حلو ماشي يا مستر، يعني انا عايز، هو عايز حاصل ضرب واحد في سالب واحد في سالب اتنين، طبعا هيطلع معاك كام؟ سالب سالب بموجب يطلع معاك الاجابه كام؟ اتنين. طيب معلش بس ايه، نوسع لنفسنا كده شويه، حلو نمسح الكلام ده كله علشان تبقى انت معانا في الصوره كده. قال لي ماشي يا مستر، خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك وحده قياس دي. طيب احنا اتفقنا على معلومه، ايه المعلومه؟ ان هي حاجه اسها صفر بواحد. طب حلو كمان كمل كلامك. قال لي يا مستر طيب استنى بس اما اكمل كلامي كده ايه، واظبط الايه الخط كده. طب يبقى لو خدت بالك ده مكتوب لك هنا، ال يعني متر، تي اس سالب 2 يعني ثانيه اس ناقص 2، هل ده موجود عندي في الاختيارات؟ اختارها د اللي بعده. بص بقى السؤال ده حلو حلو جدا، اذا كانت صيغه ابعاد ايه كذا وصيغه ابعاد بي كذا، فان صيغه ابعاد ايه زائد 2 بي، اولا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، عشان اجمع او اطرح لازم ايه يبقى زي بي والناتج هيطلع هو هو. لا تاني، لازم ايه يبقى زي بي والناتج هيطلع هو هو. يعني ايه؟ يعني انا قلت لك كتله زائد كتله تديك كتله، طول زائد طول يديك طول، فبقول له اذا كانت صيغه ابعاد كذا الايه هي هي الايه، ها هي هي البي، يبقى الاجابه هي هي. قال لك اهو مجموعهم، فكك من الاثنين، الاثنين كده كده ما لهاش صيغه ابعاد. حلو، يبقى دلوقتي هيطلع نفس الاجابه، ام في ال تي وسالب 2، فتختار الاجابه د. وحده قياس الشغل، خد بالك من نقطه، هو هنا بيعتبر ان انت عارف قانون القوه، عشان كده معلش ضيف للجدول ان القوه تساوي ما، القوه تساوي ايه؟ ما. طب حلو، الام كيلو جرام، الايه متر على الثانيه تربيع، الازاحه متر، فمتر في متر يديك متر تربيع، لا تاني كده، متر في متر هيديك كام؟ متر تربيع، فتلاقي ان الاجابه بتاعتك كيلو جرام في متر تربيع، ونطلع ده من تحت لفوق فيبقى ثانيه اس ناقص 2. هل ده موجود عندك في الاختيارات؟ موجود عندك في الاجابه ج. سؤال تاني، وحده قياس النظام الدولي للقوه الكتله في العجله، لسه شارحينها، الكتله هي كيلو جرام، العجله متر على الثانيه تربيع، معلش نطلعها فوق فتبقى كيلو جرام في متر في ثانيه اس ناقص 2. طبعا دور عليها في الاختيارات هتلاقيها، فاختارها. السؤال ده سؤال في قمة الجمال. بص بقى بيقول لي يا مستر إذا كانت إكس تساوي واي في زد وصيغة أبعاد إكس كذا وواي كذا، فزد بكام؟ قلت لك صلى على النبي، اكتب لي يا اسطى إكس بتساوي واي في زد، كده كده عشان تقول لي ده فصيغة أبعاد إكس لازم هتساوي واي وزد. حلو، إكس بقى بكام؟ قال لي يا مستر معلش أنا هكتبها بالطريقتي، هي عبارة عن إيه؟ إم في إيه؟ اهو في ال على تي تربيع، لا تاني 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 كده، ام في ال على تي تربيع. طب
اوكي. طب وحده اللبق جيت عند الواي، فين الواي؟ ام اس صفر، يبقى خلاص كنسلتها. ال في تي حطيت ده ال وادي تي، وحطيت هنا في زد. طب انت عايز تعمل ايه يا اسلام؟ قلت لك بص انا عايزك تركز معايا في اللي انا هعمله. بص بقى كده كده الموضوع بالنسبه لي خلاص خلص. انا كتبت صيغه ابعاد ال ال وكتبت بتاعت الواي اهي، مش ال ال دي تروح مع دي اللي هي مستر ده في ناحيه وده في ناحيه والاثنين نفس المكان. قال لي حلو، قال لي خلاص. طيب مع كامل احترامي لحضرتك التي دي مضروبه لان وديها الناحيه الثانيه هتروح ازاي؟ مقسومه. فبقت الزد بتساوي ام ودي تي تربيع، والتي دي لما وديناها مقسومه كانت مضروبه راحت مقسومه فنزلت تحت اهي، فبقت عباره عن ام في تي اس 3. معلش نهندلها شويه شويه، نطلع اللي تحت فوق، بقت ام في تي اس سالب 3. لا مستر مره كمان انت عملت ايه؟ هو قال لي اكس بتساوي واي في زد، فطبعا كده عشان تقول لي المعادله دي تمام يبقى صيغه ابعاد اكس بتساوي واي وزد مع بعض. رحت معوض بصيغه ابعاد اكس، ام ال على تي تربيع زي ما هو كتبها لي. هو كاتب لي تي سالب 2 ورحت انا معلش حطيتها في الاسم. طب قال لي الثانيه بتساوي ال في تي، ورحت حاطط ال في تي وسبت الزد زي ما هي مجهوله. طيب بدات اطير لقيت ال راحت مع ال، والتي دي محتاجين نرميها الناحيه الثانيه فرميتها، مضروب يروح مقسوم فوديتها الناحيه الثانيه اللي هو في الباست ينزل مقام، فهي فبقت ام على تي ثاني تي تربيع في تي، فبقت تي اس 3، فبقت ام على تي تكعيب رحت رافعها فبقت ام في تي اس سالب 3، وبالتالي تطلع الاجابه كده. طب مستر ما عنديش ام، ما عنديش مثلا ال، طب هتلاقي هنا ايه بقى؟ ايه تقدر تضيف ال اهو طالما كلها ملط 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 ملط، حط ال ال اس سالب اس ايه اس صفر، فهي هي. ليه يا مستر؟ عشان كده اختار الاجابه ب، لان كده كده ال اس صفر بكام؟ بواحد. قال لك اهو الكميه الفيزيائيه التي تحقق العلاقه ان ايه زائد بي زائد سي تساوي واحد، حيث ان حيث معادله ابعاد الكميه الفيزيائيه هي ملط. حلو بص بقى، وهي يا ترى بقى القوة ولا كمية التحرك ولا الشغل ولا الإجابتين ب وجيم مع؟ سؤال تاني بيقول الكمية الفيزيائية اللي هتحقق لي علاقة إن A وB وC تساوي واحد مجموع. هنا غصب عنك مع كامل احترامي ليك يعني لازم تعرف قانون كل واحدة فيهم، فعشان كده يعاب على السؤال بس حاجه واحده، ان انا ما اديتكش قانون القوه ولا كميه التحرك، بس انا كنت لسه شارحهم لك في الشرح. القوه تساوي ما، كميه التحرك بتساوي مف ام في، الشغل بيساوي الاف في الدي او ماد ام ايه دي، ام كتله ايه عجله دي بعد او ازاحه. فلو خدت بالك هتلاقي ان انت محتاج تجيب صيغه ابعاد كل واحده فيهم. فالقوه صيغه ابعادها هتجيبها ازاي يا سولوم؟ قال لي كتله يعني كيلو جرام، العجله يعني متر على الثانيه تربيع، مش هتبان لك دي، استنى اكتبها اهو هنا، كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، لا لحظه خليها ثانيه اس سالب 2. اللي بعده كميه التحرك ام في، يعني كيلو جرام في متر على الثانيه. طب طلع لي الثانيه خليها اس سالب 1. طب الشغل ام ايه دي؟ ام يعني كتله يعني كيلو جرام، العجله يعني متر على الثانيه. حلو، وخد بالك من نقطه، ده متر على الثانيه تربيع اهو، وده متر، فهنا هتحط ام، فمتر في متر يديك متر تربيع، يعني هتلاقيها كيلو جرام في متر تربيع في ثانيه اس ناقص كام؟ اس ناقص 2. هو بقى بيقول لك محتاج منك ايه؟ محتاج ان مجموع ده زائد ده زائد ده يساوي واحد. مستر انا شايفك بتعمل حاجات على حاجات فاضيه يا حبيبي، ما هو الفاضي ده يعني الاس بتاعه بواحد. لا مستر مره كمان الله يبارك لك، تاني اهو هو عايز مجموع ده زائد ده زائد ده يساوي واحد، تاني عايز مجموع ده زائد ده زائد ده يساوي واحد. هلا مستر طب ماشي، يعني الحاجات الفاضيه دي حط مكانها واحد بس. طب حلو، هل واحد زائد واحد اتنين؟ شيل منهم اتنين يديك صفر، دي غلط.
جينا للكميه التحرك، واحد زائد واحد شيل منهم واحد يديك واحد، دي مظبوطه اهو بالاحمريك اهو. تعالى للناحيه الثانيه، واحد زائد اتنين تلاته، شيل منهم اتنين يديك واحد، فلو خدت بالك دي مظبوطه مستر، يبقى الاجابه ب. واجيب مع صيغه الابعاد، تاكد 100% انها تجمع وتضرب، تاني تجمع وتضرب، غلط ما بتتجمعش بس بتتضرب، لا تجمع ولا تضرب، خد بالك من نقطه، هي لا تجمع صح بس بتتضرب، يبقى دي كمان غلط. اللي بعده تجمع ولا تضرب، يبقى غلط. تضرب ولا تجمع هي دي الاجابه الصحيحه اللي هناخدها. قلت لك صيغه الابعاد بتتضرب تتقسم شغال، لكن تجمع وتطرح لا 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 لا. طيب بص معايا السؤال ده برضه سؤال حلو جدا، بيقول لي اذا كانت معادله اكس بتساوي اهو اكس بتساوي ايه تي تربيع في بي تي، تصف حركه جسم وكانت اكس لها صيغه ابعاد الطول وكميه تي ليها صيغه ابعاد الزمن، يعني عايز اقول لك ان ده طول. حلو، انا قاعده عامه، طالما ده طول يبقى لازم الزبده هنا تديني طول، هنا يساوي طول. عشان تعرف تطلع لي معادله نقدر نشتغل عليها لازم يبقوا كلهم نفس البعد. طب مستري هو عايز قيمه الايه وعايز قيمه البي، بسيطه. انا دلوقتي متاكد 100% هشتغل على واحده واحده، هو بيقول لي اكس بتساوي، احنا اتفقنا ان لازم ده يديك ال وده يديك ال وده يديك ال، حاضر. يعني ال ال هتساوي ايه في تي تربيع، اهو ايه تي تربيع، هنخليها بقى تي كابيتال تربيع، وادي ده يا صديقي بالقسمه، المضروب يروح مقسوم، يبقى الايه هتساوي ال على تي تربيع، طلعها من تحت لفوق بقت ال في تي اس ناقص 2. لا كمان مره يا مستر انت عملت ايه؟ قلت لك عشان تطلع المعادله دي طالما قال لي ده طول يبقى ده في الاخر لازم يصفصف على طول، ده يصفصف على طول. يعني دلوقتي كتبنا ال، يبقى ايه في تي تربيع بتساوي ال على تي تربيع. طب عملت ايه؟ والله انا عايز ال وحدها، رحت مودي ده بالناحيه الثانيه بالقسمه فبقت ال على تي تربيع، حلو، طلعته من تحت لفوق فخليته ال في تي اس سالب 2. طب مستري عايزك تقول لي طب حلو تاني كده خلصنا الايه، يبقى الايه بتاعتك زي ما قلت ال اللي في تي تربيع اس سالب 2، يبقى الاجابه هي بتاعتي يا جيم يا دال. تعالى بقى البي بتاعتك بتساوي بي ايه؟ بي تي، يبقى برضه لازم ال هتساوي بي بدل تي سمول هنخليها تي كابيتال. اذا البي بتاعتك هتساوي كام؟ قال لي يا مستر ال على تي، المضروب يروح مقسوم، هودي التي بالقسمه. قال لي يا مستر تبقى ال في تي اس سالب 1، فلو خدت بالك ال في تي اس سالب 1 يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى ج. وكده اقدر اقول لك كده خلصت المحاضره، حليت معاك على صيغه الابعاد، كده كده ان شاء الله هنزل لك حل كل الاسئله بتاعت كتاب الامتحان وباقي الكتب كده هنحنتش فيها. اقدر اقول لك دلوقتي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، نستغفرك ونتوب اليك. بالله عليك عايزك تستوعب كده المحاضره دي، محاضره مش طويله مش تقيله خالص، يعني هي بس فيها شويه حاجات غريبه عليك وجديده عليك، فان شاء الله تبقى محاضره بسيطه، وربنا يرزقكم الفهم اللهم امين. واشوفكم فيديو جديد، اشوفكم بقى في المحاضره الجايه، محاضره طب الطب وسهله ان شاء الله، الدرس الجاي هنخلصه كله ان شاء الله في محاضره واحده، واشوفكم على خير. ما تنساش بقى تشير ولايك وسبسكرايب والحاجات دي كلها. يلا مع السلامه.